متى غبت كي ترثى ووجهك باسم ولم يك حتى اليوم يحصيك راقم؟ متى غبت كي ترثى ووجهك باسم ولم يك حتى اليوم يحصيك راقم؟ وإن حياة كالنبيين معجزا لأصعب ما تزجى إليها الملاحم. أمستلهم الآيات من لوح غيبه تقاد إليك المبدعات النعائم؟ رضعت مجاج الوحي من ترب كربلا فما لبثت أن جاوبتك البراعم. ويا عالما في واحد لو تضوعت به دول الدنيا لأشرق عالم. ويا بلسما لو كان يعرف كنهه لما قد غدوا تكوي الجباه مياسم. ويا نشوة الدين الحنيف بمزدها ببوح ربيع منك هبت نسائم وصحوة حق لا سراب مموه يقود العطاشا صوب مثوى شقاهم يصمون عن آل النبي ضلالة. وكيف إذن يرجون حرز هداهم يخاف عليهم يوم لا عاصم به؟ وهل غير آل الله ثمة عاصم؟ يصمون عن آل النبي ضلالة وكيف إذن يرجون حرز هداهم يخاف عليهم يوم لا عاصم به؟ وهل غير آل الله ثمة عاصم؟ نضى من جناحيه كواكب عتمة فأغرق ليل الجهل من تلك راجم. وأطلق من عقبانه خير فتية ففرت من الفكر النقي الجواثم. وسطر في لوح الخلود مداده فأضحى وقد جمعن فيه المكارم. وآيات عز لو أرسط يرومها لأعشته إذ ولى له الطرف ساهم. وبورك دياك اليراع مقدسا عن الطيش إذ يرمي وربك عاصم. فما أجلت الأيام للدين منبعا كإصبعه الهتان تغنى المواسم. وسطر في لوح الخلود مداده فأضحى وقد جمعن فيه المكارم.
وآيات عز لو أرسط يرومها لأعشته إذ ولى له الطرف ساهموا وبورك ذياك اليراع مقدسا عن الطيش إذ يرمي وربك عاصم فما أجلت الأيام للدين منبعا كإصبعه الهتان تغنى المواسم أيعجب مما صاغ فيه مجددا ألم ير منه بحره المتلاطم وأصله في كل حكم ومدرك له الله ما نيطت إليه العزائم فأخرج من آثار آل محمد مكامن أسرار لها الصدق حالم وأزهرت الأكمام في روض نهجه فيثلج مولا من حناياه قائم مآثر لا يأتي اليراع بوصفها ولا الشعر لكن حسبه وهو حائم حسيني في أعراقه وخلوصه فهل نفسه إلا الندى والكرائم وأجلى هوى في عمره ذكر جده فتوقن أن الفرع للأصل لازم والسلام عليكم ورحمة الله.